مرحبا أعزائي الطلاب في لقاء جديد ضمن لقاءات اللغة العربية. كنا التقينا في العديد من الدروس حول مواضيع مختلفة، ونلتقي اليوم حول استراتيجية الدمج. وكما تعلمون فإن دراسة اللغة العربية في فهم المقروء خاصة تعتمد على المهارات والاستراتيجيات المختلفة التي تساعد الطالب في عملية الفهم من جهة، واكتساب المهارات. الاستراتيجيات تساعدنا على اكتساب المهارات، خاصة استراتيجيات التفكير العالية. نلتقي اليوم مع استراتيجية الدمج، وهي إحدى هذه الاستراتيجيات، وأعني إحدى استراتيجيات التفكير العالية. وسنتناول اليوم هذه الاستراتيجية من خلال أحد النصوص. سنتناول نصا ونحاول من خلال هذا النص أن نطبق استراتيجية الدمج بين الفقرات المختلفة. يعني سنتناول نصا واحدا ونطبق استراتيجية النص داخل استراتيجية الدمج داخل هذا النص. فلننطلق. بداية لابد لنا من تعريف استراتيجية الدمج. إذن ما هو الدمج عمليا؟ حينما نسمع عن الدمج، ما القصد بذلك من ناحية الاستراتيجيات الذهنية والتفكيرية؟ الدمج هو أعزائي الطلاب هو الجمع بين أفكار مركزية وتفاصيل معلومات مهمة من مصدر معلومات واحد أو أكثر لتكوين معرفة جديدة. سأتناول هذا التعريف مجددا بالتفصيل. إذن بداية هو الجمع، حينما ندمج بين أمرين أي نجمع تفاصيل معينة من هذين الأمرين. الجمع بين أفكار مركزية، هنالك الحديث يدور عن أفكار، لهذا قلنا استراتيجية تفكير عالية، أفكار مركزية وتفاصيل ومعلومات لابد لهذه المعلومات أن تكون مهمة وليست هامشية من مصدر معلومات واحد أو أكثر. وهنا نركز على هذا، من مصدر معلومات واحد أو أكثر. في هذا اللقاء سنركز على مصدر معلومات واحد، ولكن في لقاءات أخرى سنرى أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية الدمج من مصدرين أو أكثر، وهذا محبذ أيضا، محبذ أن ندمج معلومات من مصدرين مختلفين. أما الهدف العام، الهدف الأساسي، الهدف الرئيسي لعملية الدمج هو لتكوين معرفة جديدة. الهدف أعزائي الطلاب أن نستعين أو نستغل استراتيجية الدمج لتكوين هذه المعرفة الجديدة. نحن نحتاج إلى المعرفة كل الوقت، فإذا كان بإمكاننا أن ندمج معلومات من مصدرين لتكوين معرفة جديدة فهذا أمر محبذ، ويمكننا فعلا استغلال هذه الإمكانية لتوسيع مداركنا المعرفية وتجديدها. هذا كان تعريفا لاستراتيجية الدمج. كما قلنا، جمع المعلومات من مصدر أو مصدرين أو أكثر بهدف تكوين المعرفة الجديدة. طبعا لابد لنا من الحديث عن أهداف استعمال استراتيجية الدمج. إذن ما هي أهداف استعمال استراتيجية الدمج؟ أولا، لتكوين تعميمات تعتمد على الجمع بين تفاصيل المعلومات المختلفة. تكوين تعميمات. وما القصد بالتعميمات؟
يقوم العلم بمنحة معينة على التعميم. مثلا إذا احترق إصبع شخص من عود ثقاب مشتعل، ثم احترق من مدفأة ساخنة، ثم احترق من مشعلة مشتعلة، إذا نعمم أن مصدر الحرارة يسبب الأذى للبشرة، لبشرة الإنسان. هذا تعميم. تعميم يعتمد على حقيقة، على تجربة، على حقائق علمية مثبتة. وبالتالي نحن نحتاج هذه التعميمات لنواجه فيها الحياة ولنكون المعرفة الجديدة، وجزء من تكويننا لمعرفتنا الجديدة يقوم على التعميمات. حينما يدرس العلماء ظواهر معينة، أو حينما يصنعون دواء جديدا، عمليا هنالك تعميمات تختص بعالم الأدوية، تختص بالكيمياء، ولا يمكن لنا أن نتعامل فقط بشكل تمييزي بتمييز الأشياء، إنما علينا بشكل عيني، إنما علينا أن نعتمد على التعميمات أيضا بنواحٍ معينة. هنالك مجالات لا يمكن أن نعمم بها، مثلا في تعاملنا مع الناس، حينما تتعامل مع شخص معين هو يختلف عن شخص آخر، والشخص الثالث يختلف عنهما، ولكن هنالك ظواهر علمية ولغوية واجتماعية علينا أن نفهم القدرة الكامنة بالتعميمات. الآن، تكوين علاقات مهمة من تفاصيل بين معلومات مختلفة. العلاقات في العلوم، في اللغة هنالك علاقات سببية، في المنطق علاقات سببية، سبب ونتيجة، ومن المهم جدا أن نفهم طبيعة العلاقات بين تفاصيل النص. مثلا ما السبب، ما النتيجة، وأن نميز بينهما. من المهم جدا كما قلت أن نفهم تكوين العلاقات. ثالثا، أن نقوم بدراسة ناقدة لنقيم المعلومات من المصادر المتنوعة، أي تصلنا معلومات كثيرة من مصادر كثيرة. عملية الدمج تجعلنا أولا نقوم بغربلة هذه المعلومات. هنالك معلومات زائدة أو معلومات خاطئة أو معلومات كاذبة، فبالتالي علينا أن نكون أصحاب عين ناقدة بما يتعلق بالمعلومات التي تصلنا من المصادر المتنوعة. ثم علينا أن نميز أيضا بين وجهات النظر المختلفة. ما القصد بوجهات النظر المختلفة أعزائي الطلاب؟ نحن نقرأ نصا معينا، صاحب المقال، لنأخذ على سبيل المثال مقالة رأي، كما سنرى لاحقا، صاحب المقال أو الكاتب المؤلف لديه وجهة نظر، قد نوافق الكاتب على وجهة نظره، قد نختلف معه في كل شيء، قد نختلف معه في بعض النقاط. إذن مصادر المعلومات المتنوعة تمثل لنا أيضا وجهات نظر مختلفة، فحينما نتعامل باستراتيجية الدمج نرى هذه الاختلافات، نرى وجهات النظر المختلفة، وهذا جزء من تعاطينا الذهني والاجتماعي والإنساني، وكذلك بتعاملنا مع النصوص. علينا أن نفهم أن النصوص قد تختلف من حيث توجهاتها، توجهات كاتبها أو كتابها. الهدف الرابع هو إرهاف الوعي للفوارق بين مصادر المعلومات. إرهاف الوعي يعني أي أن ندرك بالتفصيل، أن ننتبه إلى دقائق الأمور، إلى التفاصيل الصغيرة التي تعطينا فوارق بين مصادر المعلومات. مثلا على سبيل المثال، إذا أخذت قصيدة شعر تتحدث عن القمر على سبيل المثال، قصيدة الشعر، وأخذت مقالا علميا أو نصا سرديا قصصيا، فكل نوع أدبي، كل نوع من هذه الأنواع الأجناس الأدبية يتعاطى ويتعامل مع الموضوع، مع القمر، بتوجه مختلف،
وبالتالي يزودني بمعلومات مختلفة بتوجهات مختلفة. المقال العلمي يتحدث عن القمر من ناحية علمية، بينما القصيدة قد تتحدث بالمفهوم الشاعري العاطفي عن القمر والتداعيات العاطفية. وبالتالي هنالك معلومات مختلفة عن نفس الموضوع، عن نفس الأمر، عن الأمر نفسه، ولكن بوجهات نظر مختلفة وبتعاطي مختلف. قد تختلف الثقة من نص إلى آخر. النص العلمي نتعامل معه بطريقة تختلف عن النص الخيالي أو النص التخيلي أو النص الأدبي. وهذا كله يضعنا أمام الفائدة التي يمكننا أن نجنيها من استراتيجيات الدمج. ما المطلوب من التلميذ أو منك عزيز التلميذ لإجراء استراتيجية الدمج؟ يعني لابد أن تكون هنالك أمور تطلب منك عزيزي لتتمكن من إجراء استراتيجية الدمج. في البداية، وهذه نصيحة، في البداية علينا أن نفهم أولا أو ندرك ضرورة اعتماد هذه الاستراتيجية وضرورة اعتماد الاستراتيجيات الأخرى. إذن الحاجة إلى هذه الاستراتيجية، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن نتعرف على هذه الاستراتيجية، أن نستطيع تعريفها ما هي، وأن نستطيع أن نميزها مثلا عن استراتيجية التصنيف أو استراتيجية المقارنة، وهما استراتيجيتان أيضا من استراتيجيات التفكير العالية. إذن بعد أن أقررنا بضرورة أو بالحاجة إلى هذه الاستراتيجية، علينا أن نفهم ما المقصود منها، أن نعرفها بالشكل الصحيح وأن نذوت ذلك، ليس أن نحفظ التعريف فقط، أن نكرر الكلمات، ولكن أن ندخل هذا التعريف إلى إدراكنا. وبالتالي علينا أن نقوم بالخطوات التالية. الربط بين معلومة واحدة والمصدر الذي وردت فيه، مثلا معرفة من قال ماذا. في الكثير من المرات نقتبس ويقال فلان قال أو قيلت هذه الكلمة، ونجد ذلك خاصة في على الشبكة العنكبوتية في مواقع التواصل، يتم تناقل معلومة معينة إلى أن، وكثير من المرات نغفل عن القائل الحقيقي، أو قد ننسبها إلى شخص آخر لم يقلها، وهذا لبس وهذا خطأ في المعلومات وخطأ في التناقل. وبالتالي علينا أن نكون حريصين على أن نعرف هذه المعلومة من قالها، في أي سياق قيلت، ما هو المصدر الذي وردت به، أي أن نتقصى المصادر. يعني لا يكفي أن نفتح أحد المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ونقتبس مقولة من هناك ونأخذها ونستعملها ونحن لا نعرف من قائلها الأصلي، متى قالها، في أي سياق قالها، لمن قالها. كل هذه المعلومات تفيدنا في تعاطينا مع هذه المعلومة، وإلا قد يكون استعمالنا لها في غير موضعه، قد يكون في موضع الخطأ، وقد يكون في موضع الإحراج، كأن نستعمل مقولة ما في سياق معاكس أو مضاد. لهذا علينا أن نعرف من قال ماذا، إذن وكما قلت في أي سياق إلى آخره. وأعزائي الطلاب، أنصحكم دائما بتقصي المصدر الأصلي، أن تعودوا إلى المصدر الأصلي، أي أن تبحثوا من مصدر إلى مصدر إلى آخر. وهذا شرط أساسي فيما يسمى البحث العلمي، ونحن نريدكم باحثين بالمفهوم أنكم لا تكتفون بما يطفو على السطح، بل تغوصون في الأعماق لتصلوا إلى مصدر المعلومات الأصلي. حتى في الاقتباسات،
لا يكفي أن نقتبس المصدر الأخير، ولكن علينا أن نعود إلى المصدر الأول حيث وردت هذه المعلومة بشكلها الأولي أو بظهورها الأول. إذن تحديد، قلنا ما المطلوب، واحد الآن تحديد الروابط وعلاقات بين تفاصيل المعلومات الواردة في المصادر المختلفة. إذن إذا قلنا إن هناك مصادر مختلفة نعتمد عليها، فهذه المعلومات الموجودة في مصدرين ليس بالضرورة أن تكون متلائمة أو منسجمة، بل على العكس قد تكون هنالك علاقات تضاد فيما بينها. والمقصود بعلاقات التضاد أي أنها معاكسة مخالفة، مثلا هذا الكاتب يؤيد هذه الظاهرة والكاتب الآخر يعارض هذه الظاهرة، إذن كيف ندمج ما بين هاتين المعلومتين أو هذين الموقفين لكاتبين مختلفين؟ فمن المهم جدا أن نحدد طبيعة العلاقات، تضاد أو ملائمة. قد تكون العلاقة علاقة سبب ونتيجة، ما يسمى سبب ونتيجة، أن نميز السبب عن النتيجة، أو أن نميز ما الذي أدى إلى ماذا. قد تكون هنالك ظواهر داخل النص، أو نقرأ جملة ما ونعتقد أن ألف يؤدي إلى باء، ولكن نكتشف بعد ذلك أن باء أدى إلى ألف. علينا أن نتابع، أن نلاحق، أن نتقصى التفاصيل لنميز بين السبب والنتيجة. هنالك علاقة بين رأي وواقع، رأي لدي رأي قد لا يكون معتمدا على حقائق، بينما الواقع تعتمد على حقائق تاريخية، جغرافية، علمية إلى آخره. وعلينا أن نميز أيضا بين الأساسي والهامشي، هل هذه المعلومة أساسية أم هامشية؟ وهذا مهم جدا في فهم النص، في تعاطينا مع النص، في فهم ما يسمى خارطة النص، كيف نقرأ خارطة النص، هل هذه المعلومة أساسية أم وردت بعد كلمة مثلا؟ إن كانت مثلا فهي لم تعد أساسية، أصبحت هامشية. وهذا المقصود بالمطلوب من التلميذ. وهنالك أيضا طبعا نقاط أخرى مطلوبة منك عزيزي الطالب، ولكن كي لا أثقل عليك في متابعتك لهذا اللقاء، سنخرج الآن في استراحة قصيرة لعشر دقائق، ونعود بعدها لنتابع في استراتيجية الدمج. نقف الآن في قائمة المطلوب منك عزيز الطالب لإجراء استراتيجية الدمج، ونعود لنتابع بها نحن على الموعد. نلتقي مجددا.
مرحبا أعزائي الطلاب مجددا. نتابع في لقائنا اليوم حول استراتيجيات الدمج. كنا قد توقفنا في المطلوب منك يا عزيزي التلميذ في إجراء استراتيجيات الدمج. إذن قلنا مطلوب منك الربط بين معلومة ومصدرها، الربط بين معلومات مختلفة من مصادر مختلفة، ونأتي الآن إلى المطلوب الثالث وتحديد مميزات مصدر المعلومات، أي نوع المصدر، من هو المؤلف، ما هي وجهة نظر المؤلف، ما هي المصداقية التي يتحلى بها صاحب المصدر. هنالك مصادر غير موثوق بها، هنالك مصادر ليست علمية. وهنا أنبه حينما تقدمون على القيام بوظيفة معينة، بواجب معين، علينا أن ننتبه إلى المصادر. ليس كل ما يظهر مثلا في الشبكة العنكبوتية هو مصدر موثوق به، وخاصة حينما تقدمون على الوظائف العلمية والأبحاث. المصادر عليكم أن تكونوا دقيقين في تقصي هذه المصادر. إذا نوع المصدر، من هو المؤلف إلى آخره. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات في تقييم المعلومات وتفسيرها. كيف نقيم هذه المعلومات؟ هل هي معلومات على درجة عالية من الثقة، من القيمة أم لا؟ إذا الثقة، القيمة، الأهمية، الموضع، ما هي المساحة التي علي أن أخصصها لهذه المعلومة على حساب معلومة أخرى؟ هذا كله علينا أن نفكر به. عزيزي الطالب، أنا لا أريد أن أثقل عليك لتعتقد أن الأمر صعب، لا، الأمر ليس صعبا، ولكن علينا أن نكون حذرين في تعاطينا مع المعلومات، أن نكون جديين بالمفهوم، ألا نفوت التفاصيل الدقيقة، وبنفس الوقت ألا نتمسك بالتفاصيل السطحية لألا يضللنا ذلك، لأنه قد نخطئ في الاقتباس من المصدر، من مصدر معين أو من معلومة معينة. عليك عزيزي الطالب أيضا أن تحدد العلاقات بين عدة مصادر من المعلومات. هل هذه المعلومات داعمة؟ هل هي متناقضة؟ هل تكمل بعضها البعض؟ انتبهوا، تدعم، تناقض، تكمل، وبالتالي عليك أن تحدد هذه العلاقات، ما هي طبيعتها. هذا مهم جدا. يعني قد نجد مصدرين عن الأدوية، ذكرنا الأدوية قبل قليل، مصدر وجهة نظر الكاتب تؤيد استخدام الأدوية أو تعاطي الأدوية، ومصدر آخر يحذر من تعاطيها. إذن عليك أن تعلم أن موقفي الكاتبين متضاد، تناقض، مختلف، لا أن نقتبس من هنا ومن هنا ويتضح أننا اقتبسنا وجهتي نظر متناقضتين، عندها لن نستفيد من الدمج من المعلومتين. ولكن حين نعلم أو نميز أن هذه المعلومة تدعم وهذه تناقض أو هذه تؤيد وهذه تعارض، يمكن فعلا أن نبني نصنا الجديد بطريقة نستفيد من كلا المعلومتين، وإن كانتا متناقضتين. هذا لا يضر في صياغتنا للمصدر الثالث، للنص الثالث. إذن ذكرت أنا التعميمات والاستنتاجات. هنا نزيد عملية الاستنتاجات من المعلومات بواسطة تحديد العلاقات بين التفاصيل. الآن ندخل إلى تفاصيل المعلومات، لا يكفي المعلومة بشكلها العام، ولكن علينا أن ننظر إلى تفاصيلها. ما الذي تمنحنا إياه التفاصيل؟ علينا أن نتعرف على المخططات، أسميتها قبل قليل الخرائط، خرائط التنظيمية للنص، كيف يبنى النص، التنظيم الزمني، التنظيم الحجاجي، كيف يصوغ الكاتب حجته، وكيف يعطي الأدلة والبراهين، كيف يتنظم المقال مثلا بشكل الزمني، بشكل التسلسلي. إذن علينا أن ننتبه إلى هذه المخططات.
وعلينا أيضا أن نعرف ما هي الطريقة التي نظمت فيها المعلومات، كيف نظمها الكاتب، هل بدأ من العام إلى الخاص أم من الخاص إلى العام، هل بدأ بنفي ثم انتقل إلى تأييد، أو هل بدأ بمعلومة مناقضة ثم انتقل إلى الموقف المؤيد. كل هذا علينا أن نتقصى عملية طرح المعلومات في النص لنتمكن من دمجها. الآن اللغة التي نستخدمها لنمارس هذه الاستراتيجية، لنطبق هذه الاستراتيجية. الطالب يمزج بين المواد، يربط بينها، يدمج بينها، إذن يمزج، يربط، يدمج، يجمع المعلومات، يجمع التفاصيل من هنا وهناك، ينظمها، يقارن بينها. إذن ننتبه، المقارنة بحد ذاتها هي استراتيجية من استراتيجيات التفكير العالية، هي استراتيجية وكنا قد تناولناها في نصوص أخرى. إذن المقارنة قد تستفيد منها عزيز الطالب لتكمل إلى استراتيجية أخرى هي الدمج، أنت تقارن بين نصين أو بين نص واحد في فقرات مختلفة وعمليا تتعاطى مع هذه المعلومات من خلال استراتيجية الدمج. إذن المقارنة تفيدنا في قيامنا بعملية الدمج. الطالب يكون معرفة، هو يكون معرفة جديدة، يدرج أي يدخل ضمن النص، قد يدرج صورة مثلا، مقولة رسما بيانيا، يدرج بنيت معروضة قد تدمج أغنية مثلا، ينقد، يبرر المعلومات، من أين أتت هذه المعلومة، تبرير المعرفة، يحدد، يثبت، يدعم، يصف العلاقات، ذكرنا العلاقات، يبني، يعالج المعطيات والمعلومات والبيانات. إذن كل هذا عزيز الطالب، كل هذا يقع ضمن لغة التفكير، ضمن اللغة التي نستخدمها في تعاطينا مع عملية الدمج. ويمكنكم فعلا أن تلمسوا روح هذه الأفعال من مزج، ربط، جمع، دمج، أدرج، برر، أثبت، وصف العلاقات، بنى، عالج. إذن كلها تتعامل في عملية الربط بين الأشياء، نربط بين مصدري معلومات مختلفين. الآن هناك أسئلة ميتا إدراكية، أسئلة عن الأسئلة، ونسأل نفسنا السؤال، ماذا كان هدف الدمج أو ما هو هدف الدمج؟ لابد أن يكون للدمج هدف معين، وهل أطراف المقارنة أو أطراف النصوص قابلة للدمج؟ هل يعني النص الأول والنص الثاني هل هما قابلان للدمج أم لا؟ هل يتحدثان عن نفس الموضوع أم لا؟ هل هذا يتحدث عن الموضوع من جهة أخرى؟ إذن علينا أن نسأل إن كان المصدران أو كان المصدر نفسه بأطرافه قابلا للدمج. هل يوجد قاسم مشترك بين المصادر المختلفة؟ هذا أيضا سؤال مهم، مصادر المعلومات المختلفة. إذن ما هي الأسئلة عزيز الطالب التي قد توجه إليك؟ نبدأ. السؤال الأول، هل أخذت بعين الاعتبار مصادر مختلفة في دمج المعلومات؟ إذن هل فعلا أنت تريد أن تقوم بعملية دمج المعلومات؟ هل اعتمدت على مصادر مختلفة؟ ثانيا، هل أضافت لك أو تضيف لك طريقة دمج المعلومات التي اخترتها شيئا جديدا، معلومة جديدة، أم أنك تكرر المعلومات المتوفرة لديك نفسها؟ إذن هل هنالك إضافة أم لا؟ ماذا أتت المعلومة الجديدة لتضيف لك، أو ماذا أتى المصدر الجديد ليضيف لك؟ كيف يؤثر نوع المصدر على المعلومات؟ نوع المصدر وذكرنا، أو تفاصيل المصدر.
هذا التأثر بالمعلومات بنوع النص كيف أثر على عملية دمج المعلومات، وهذه ميتا استراتيجية. إذن كيف أفهم النص الأول بالاعتماد على النص الثاني؟ يعني كيف ساعدني النص الأول في فهم النص الثاني؟ مثلا قرأت نصا ذكرنا عن تعاطي الأدوية، وفي النص الثاني كان هنالك رسم بياني يثبت مثلا حالات المرض نتيجة الإفراط الإكثار في تعاطي الأدوية. إذن لابد أن تساعدني هذه المعلومة في النص باء في فهم ما أقرأه في النص ألف، وهذا المقصود بعملية الدمج. أنا أدمج من هنا وهنا. إذن النص الثاني يعطيني إغناء الأول، والأول يعطيني إثراء وإغناء للنص الثاني. هنالك نص سنتعامل معه في لقاءين قادمين أيضا. الكاتبة رشا حلوة تكتب كيف يغير الكورونا في حياتنا، مقالة رأي. إذن وأنصحكم الآن بما أننا نتحدث عن الدمج أن تبحثوا عن هذا المقال في الشبكة. إذن يعني جزء من تعاطيكم مع استراتيجية الدمج أن تبحثوا أنتم بأنفسكم عن هذا المقال في الشبكة العنكبوتية أيضا لتتحققوا منه، لتروا وجوده وتبحثوا أين نشر. إذن هذا المقال يتحدث عن انتشار فيروس الكورونا في العالم وتداعياته. الآن إذن سأتناول فقرتين من هذا النص ونحاول أن ندمج بين هاتين الفقرتين ونرى ماذا أضافت كل فقرة من الفقرة. أقرأ الفقرة الأولى. منذ انتشار فيروس كورونا في العالم أتابع الأخبار، تقول الكاتبة، أتابع الأخبار اليومية بحكم مهنتي كصحفية، والأهم بحكم كوني أعيش في هذا العالم. وكلما اقترب الفيروس من بلاد أعرفها ومن أناس قريبين يشتد الاهتمام مع الكثير من السيطرة على القلق والخوف بلا استخدام آلية التجاهل. بالعكس، بل أحاول قدر المستطاع أن أتولى زمام الحذر في التعامل مع المشاعر، متمسكة بالقناعة أن القلق لا يحمينا من الأمراض. إذن كانت هذه الفقرة الأولى. تعالوا نقرأ الفقرة الثانية ونحاول أن نربط بينهما. أتواصل يوميا مع عائلتي والأصدقاء في بلادهم. إذن أتواصل يوميا مع عائلتي والأصدقاء في بلادهم. تعالوا ننظر هذه الجملة، يمكنني أن أدمجها مع هذه الجملة. أنا أتابع الأخبار اليومية، أتابع الأخبار، وهنا تقول أتواصل يوميا مع عائلتي. إذن هذا التواصل يؤكد عملية متابعتها للأخبار. أسمع أخبار عائلات أخرى لأصدقاء نعيش سوية في نفس المدينة. إذن انتبهوا، بالبداية ذكرت أنها تعيش في العالم، ولكنها الآن تذكر أننا نعيش في المدينة. إذن انتقلت من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص، هي تنتقل تدريجيا، وهذا يعطينا الشعور أنها ستذكر معلومات أكثر، تفاصيل أكثر عن مكان تواجدها. مع ازدياد دائرة الانتشار، إذن هنا تتحدث عن الانتشار، نربطها ب وكلما اقترب الفيروس من بلاد أعرفها وأناس قريبين، إذن يشتد الاهتمام، وبالتالي سنتوقع أنه مع ازدياد دائرة الانتشار، انتشار هذا الفيروس، وكلما اقترب الفيروس من بلاد أعرفها، أو الفيروس من بلاد أعرفها،
من أناس قريبين يشتد الاهتمام، إذن يشتد الاهتمام لديها وبالتالي تأتي أسئلة أخرى. إذن ما مصدر هذه الأسئلة؟ ما مصدر هذه الأسئلة التي تسألها؟ مصدرها هو فعلا هو الاهتمام. إذن يمكننا أن ندمج بين ما قالت وما تقول الآن، وهذا كما قلنا السبب والنتيجة. هذا ما يسمى قراءة دقيقة للنص أعزائي الطلاب، لا نقرأ فقط بل نتمعن بكل تفصيل بكل كلمة. نتابع. لربما أقسى وأكثر خوفا، إذن أكثر خوفا ندمجهما. يشتد الاهتمام مع الكثير من السيطرة على القلق والخوف، ولكن هنا نحن أمام معلومة متناقضة، يعني هي تقول في الفقرة الأولى مع الكثير من السيطرة على القلق والخوف، وهنا تقول لربما أقسى وأكثر خوفا، وهذا يدل على أنه كلما ازداد الانتشار وازداد الخوف ماذا يحدث لديها؟ عمليا سيطرتها على القلق تضعف. هذا لم تقله بشكل مباشر، ولكن قالت في البداية السيطرة، وهنا تقول أكثر خوفا، إذن الخوف يزداد، وهذا عمليا علاقة التضاد هذه دمجنا بينها لتعطينا صورة أوضح، متعلقة بحجم توفير رعاية صحية للمرضى. إذن هنا ربطت بين الخوف والرعاية. الآن يمكننا أن ندمج مع الفقرة الثالثة، لم أعش أوبئة في حياتي. إذن هذا النفي لم أعش أوبئة في حياتي قد يكون تفسيرا واضحا لازدياد الخوف لديها، هي تخاف لأنها لم تعش هذه التجربة من قبل، وهذا فعلا ما تقوله، لم أعلم من قبل كيف تتصرف الناس في هذا الواقع الجديد المؤقت. إذن لا أعرف كيف تتصرف الناس في هذا الواقع الجديد. عدم معرفتها لكيفية التصرف يزيد من خوفها. إذن نفسر كيفية الخوف. أعزائي، من المهم جدا أن نفهم أن المعلومات، يمكن أن ندمج المعلومات من فقرة إلى أخرى، وهذا يوسع معرفتنا للنص ككل. هنالك تعليمات أساسية للحذر أصبحت كالكتالوج اليومي لنسبة كبيرة.